شباب ما حدا يغني من راسه، ما حدا يفكر انه اليوم احنا بنقدر نوصل لنتيجة اللي بدنا اياها، احنا بعدنا اول الطريق. فكل واحد عنده كلمة، عنده انتقاد، عنده شغلة، يفكر في راس الجميع، يفكر في القضية اولا بعدين يطلع الدعاء تبعته. ويلا الله ولي التوفيق يا شباب، وان شاء الله خير. علي 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 الصوت واللي بيهتف ما بيموت، علي 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 الصوت واللي بيهتف ما بيموت، علي 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 الصوت واللي بيهتف ما بيموت، علي 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 الصوت واللي بيهتف ما بيموت. يلي بتسألنا شو صار علينا احتدت الحصار، يلي بتسألنا شو صار علينا احتدت الحصار، يلي بتسألنا شو صار علينا اشتد الحصار، يلي بتسألنا شو صار علينا اشتد الحصار، يلي بتسأل شو فينا هذول سرقوا أراضينا، يلي بتسأل شو فينا هذول سرقوا أراضينا، يلي بتسأل شو فينا هذول سرقوا أراضينا، يلي بتسأل شو فينا هذول سرقوا أراضينا. بدنا نظاهر بالرامة بدنا نصون الكرامة، بدنا نظاهر بالرامة الكرامة، بدنا نظاهر في الرامة بدنا نصون الكرامة، بدنا نظاهر في الرامة بدنا نصون الكرامة، والخوري جنب الختيار، بدنا نظاهر في المغار والخوري جنب الختيار، بدنا نظاهر في المغار والخوري جنب الختيار، بدنا نظاهر في المغار والخوري جنب الختيار، ويركوا جولس اجمعين حول الحق مجمعين، ويركوا جولس اجمعين حول الحق مجمعين، ويركوا جولس اجمعين حول الحق مجمعين، ويركوا جولس اجمعين حول الحق مجمعين. وبدنا نظاهر بالرامة بدنا نرد الكرامة، 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 وبدنا نظاهر في سجور ضد الظالم والمأجور، بدنا نظاهر في سجور ضد الظالم والمأجور، وبدنا نظاهر في سجور ضد الظالم والمأجور، بدنا نظاهر في سجور ضد الظالم والمأجور، بدنا نظاهر بالدالي ضد رموز العمل، بدنا نظاهر بالدالي ضد رموز العمل، نحب الموت الموت براس البارودة، نحب الموت الموت براس البارودة، وعيب على اللي بيتفرج، وعيب على اللي بيتفرج، وعيب على اللي بيتفرج، وعيب على اللي بيتفرج، وعيب على اللي ساكتين، وعيب على اللي ساكتين، وعيب على اللي ساكتين، وعيب على اللي ساكتين، وعيب على اللي خايفين، وعيب على اللي خايفين، وعيب على اللي خافين، وعيب على اللي خافين، علي 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 الصوت واللي بيحكي ما بيموت، علي 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 الصوت واللي بيحكي ما بيموت، واللي بيهتف ما بيموت، وعلي علي علي الصوت واللي بيهتف ما بيموت، علي 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 الصوت واللي بيحكي ما بيموت، علي 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 الصوت واللي بيحكي ما بيموت، بدنا نظاهر بالرامة بدنا نرد الكرامة. المشحونة والمشاكل المستمرة المستعصية التي نعاني منها نعقد هذا الاجتماع. قضية التخطيط والبناء وتوسيع الخرائط الهيكلية والمفصلة هي من القضايا العالقة في مجتمعنا، وذلك للمعيقات التي تصنعها الدولة والتي تحد وتمنع المواطنين في الحصول على تراخيص للبناء وحتى في توسيع الخرائط الهيكلية في ظل غياب حلول للسكن وبنى تحتية تخطيطية تمكن البناء القانوني في المدن والقرى التونسية. منذ عشرات السنين لا توجد تقريبا طريقة قانونية لاستصدار تراخيص بناء لبنايات جديدة في عدة أماكن في القرى التونسية. نحن نعاني من تمييز وغبن في غياب حلول سكن لائقة وبنية تحتية تخطيطية تمكن من البناء القانوني في قرانا. منذ عشرات السنين لم يتم توسيع الخرائط الهيكلية، بالمقابل عدد السكان ازداد ولم يبقى للشباب متسع من الأراضي للبناء عليها.
كلما كبرنا اكتشفنا ان هنالك امور يتم التخطيط لها لنشلنا من اراضينا وبيوتنا. يعتقدون باننا باستطاعتهم فعل ذلك، فليعلموا ان الاعتقاد بشيء والعمل به شيئا اخر. فليكن واضح ومعلوم لكل الهيئات الحكوميه ولحكومه اسرائيل اننا لن نركع لا من المحاكم ولا الغرامات ولا العقوبات. فاعلموا ان المعروفين هم معقل الشرف والشجاعه والنبوءه، جذهم الاعداء معقل الشرف والشجاعه. نكون نحافظ على بيتنا وارضنا وديننا، بالنسبه للاجرام احنا اكبر مجرمين. الطائفه التنزيه ما بدهاش شهايه من حدا. احنا حافظنا على بيوتنا في 48 اللي بيسموها النكبه، حافظنا على كياننا على وجودنا، ربطنا مصيرنا مع الدول اللي اجت لهو. قلنا هذول اقليه عايشه في كل العالم، اقليه يمكن نعرف نتساهم احنا وياهم وبحسوا شو يعني اقليه. للاسف الشديد من يوم قيام الدوله لتاريخنا هذا في خارطه هيكليه مصادق عليها وحده في بيت جن، اللي كانت لازم تعطي جواب لسنه 1983 كان على سكان بيت جن مش اكثر من 6000 نسمه. اليوم على سكان بيت جن اخوان 11 فاق لصدنا 11000 نسمه. عزيادي وان شاء الله رجال على زي لازم ما يفهم الله تخلف. اخوان في الشيكولات يعني من بيت جن اذا بدناش نعمل احصائيات احنا قديش اكون جندي صار محرر في بيت جن. اما من زمان من انتظار بعد ما اعطينا 220 شخص الحركيه اللي حصلوا تحريري مشحرين. الاف الجنود خسائر، الاف الجنود تحرروا من الجيش. من 98 لليوم ما فيش اربع يمكن 10 شخص اعطونا دول اعطونا حيداتين. الهبه الجماهيريه هاي اللي احنا واقفين هون هي جواب لقد يظل ظلمنا. وما كانت دروس قبيله شر ولو اخذوا بما لا يستحقوا. احنا وقفتنا اليوم تقول لكل العالم احنا لا نتعدى بس ما بدناش حد يتعدى علينا. وفي 87 اثبتت مضبوط الموقف كان في بيت جن وزبوط صار رمز للنضال. بس كل الطائفه الكرزيه بالنسبه لنا جت هذا المكان المقدس مقام سيدنا بهاء الدين عليه السلام خادما لهذه الطائفه المعروفيه من اجل رفع الاجحاف والظلم والاحكام الصارمه والمخالفات الباهظه ضد ابنائنا الذين يشيدون لهم ماوى لعائلاتهم على ارضهم الخاصه في بلدهم وبين اهلهم. ايها الاخوه، نجتمع اليوم يدا واحده متحدين قيادات دينيه اجتماعيه سياسيه وشعبيه لدعم هذا النضال العادل لحل ضائقة الأزمة السكنية في جميع القرى عامة وفي بيت جن خاصة، ووقف تيار الأحكام المتعسفة التي تشير إلى ظلم واضح وجلي بالأحكام بين قطاع وقطاع لنفس القضية ونفس المنطقة. إني أقف مساندا لكم في مطالبكم الحقة كما وقفت سابقا، وأقف لاحقا إذا دعت الضرورة لذلك بإذن الله. إنما قمنا به جمعية رؤساء المجالس وأعضاء الكنيست في عشرات اللقاءات على جميع الأصعدة والأطر من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، أعضاء كنيست من جميع الأحزاب والمستشار القضائي للحكومة وكبار الموظفين لوضع حد لهذه الأزمة والوصول إلى حل جذري وإيجابي يقف تيار الجرف الذي يسيء لأبنائنا ويحدث جو من التوتر بين أبنائنا وبين السلطات المصرية التي نحن جزء منها ويهمنا أمرها.